الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمة الله على هذا الإمام، نواصل به كتاب بدء الوحي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر: أي خديجة، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا، أبشر، والله ما يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه، أخرجه الإمامان من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر ما يتعلق بأمر بدء الوحي. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. وفي هذا بيان أن الرؤيا فيها من تعليم الله عز وجل للعباد. وفي هذا الحديث أيضا أن الرؤيا قد تكون صالحة بأن تكون صادقة،
وقد تكون على غير ذلك. وهذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل نزول الوحي عليه. قالت: فكان لا يرى رؤيا، أي لا يشاهد رؤيا منام إلا جاءت، أي أنها تحققت في العلم، مثل فلق الصبح، أي مثل نور الفجر. ثم حبب إليه الخلاء، أي الابتعاد عن الناس من أجل أن يتفكر في أمر الخلق وفي قدرة رب العزة والجلال. فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء. قالت: وكان يخلو، أي يذهب وحده لغار حراء ويجلس في ذلك عددا من الأيام. والغار شق في الجبل يتمكن الناس من الجلوس فيه ومن الاستظلال به. قالت: وغار حراء في جبل من جبال مكة، وجماهير أهل العلم على أن هذا الغار لا يشرع زيارته، وليست زيارته عبادة يتقرب بها لله عز وجل، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة لم يكن يذهب إليه، وإنما كان يذهب إليه قبل البعثة لكونه يخلو فيه لا لخاصية فيه. قالت عائشة: فيتحنث. وقد فسر ابن شهاب لفظة التحنث بالتعبد، الليالي ذوات العدد، أن يجلس أياما في ذلك المكان خاليا يفكر في أمره ويفكر في كون الله جل وعلا قبل أن ينزع إلى أهله، أن يجلس هذه الليالي قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، أن يأخذ الزاد من الطعام والشراب الذي يحتاج إليه وقت بقائه في غار حراء، لذلك أي لبقائه هذه الليالي في هذا الغار. ثم يرجع إلى خديجة، وخديجة زوجه رضي الله عنها، فيتزود لمثلها، أي لأيام أخرى تماثل الليالي السابقة. قالت: حتى جاءه الحق، أي نزل عليه جبريل بالوحي من عند الله جل وعلا، وهو في غار حراء. قالت: فجاءه الملك، يعني جبريل عليه السلام، فيه في غار حراء، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، يريد به أن يقرأ الآيات القرآنية. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه يريد منه أن يقرأ المكتوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أي لا أعلم كيف تقرأ الحروف ولا أحسن القراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني. فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة بما كان في تلك الليلة. قال: فأخذني فغطني، أي أنه جذبه إليه وضمه بقوة حتى بلغ مني الجهد، أي غاية القوة وغاية الوسع والطاقة. قال: ثم أرسلني، أي تركني ولم يستمر في ضمي، فقال: اقرأ، أي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ف
فقال النبي: قلت ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. قال: فأخذني فغطني الثاني، أي مرة أخرى، حتى بلغ مني الجهد، أي غاية قدرتي وما في وسعي، ثم أرسلني، أي تركني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالث حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي ليكن من شأنك أن تبتدي قراءة الوحي باسم الله عز وجل ربك، أي الذي أنعم عليك ولا يزال يربيك بصنوف النعم، الذي خلق، أي خلقك وخلق الناس وخلق جميع المخلوقات. ثم فصل هذا فقال: خلق الإنسان من علق، أي من جزء يسير خرج بعد أن كان نطفة فكان علقة، وسميت العلقة بهذا الاسم لأنها تعلق في جدار الرحم. قال: اقرأ وربك الأكرم، أي هو الذي يعطي العطايا الجزيلة، ومن تلك العطايا عطية الوحي والنبوة. قال: الذي علم بالقلم، أي علم الناس كيف يكتبون، وعلم الإنسان ما لم يعلم، فإن الإنسان يولد لا علم له، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فيعلم الله العباد بإعطائهم الجوارح التي يستفيدون العلوم بها، ويمكنهم ويوصل إليهم هذه العلوم. قالت: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه عاد إلى أهله بهذه الآيات التي علمه إياها جبريل. وكان شأنه أنه يرجف فؤاده، أي يضطرب قلبه، وذلك أنه قد جاءه شيء عظيم عجيب لم يكن يعهده من قبل. فدخل صلى الله عليه وسلم على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني، أي غطوني ولفوني بشيء أحتجب به وأحفظ نفسي به. قالت: فزملوه، أي غطوه ولفوه، حتى ذهب عنه الروع، أي شدة الخوف التي أصابته بسبب هذه الواقعة التي وقعت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها الخبر، أي بين لها ما حصل له مع ذلك الملك، وكيف غطه، وكيف أمره بأن يقرأ، وكيف ذكر له الآيات في أول سورة العلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي خديجة، لقد خشيت على نفسي، أي خفت عليها من أن هذا الذي جاءني من الشياطين أو من المس، فأخشى أن يؤثروا علي. فقالت خديجة رضي الله عنها مستدلة بسنة الله في الكون: كلا، أي هذه الخشية التي كانت عندك ليس لها محل، بل لك العاقبة الحميدة، أبشر بأمور من الله جل وعلا تناسب فعلك، فإنك من أهل الإحسان، ومن كان من أهل الإحسان فإن الله يجازيه بمثل فعله. قالت: والله ما يخزيك الله أبدا، أي لا يجعل الخزي والذلة من شأنك، وذلك أنها علمت من أفعاله الطيبة ما يتناسب معه أن يجزى بالجزاء الحسن. قالت: فوالله، أي قسما بالله، إنك لتصل الرحم، أي تقوم بصلة الأرحام من القرابة، فتصلهم بالزيارة
وتصلهم بالمعروف وتحسن إليهم. ومن شأنك أيضا أن تصدق الحديث، أي إذا تكلمت بكلام لم تتكلم إلا بما يتوافق مع الواقع، ولم تخبر بأخبار الكذب. وكان من شأنه أن وصفته بأنه يحمل الكلة، والمراد بالكل الضعيف الفقير الذي يحتاج إلى من يقوم معه، فكان يرفده ويتصدق عليه. وقالت وتكسب المعدوم، أي أن الفقير الذي لا نفقة لديه تحتسب الأجر معه في أن تطعمه وأن تقوم بحوائجه. وكذلك من شأنك أنك تقري الضيف، أي تقدم الضيافة لأضيافك الذين يزورونك. فهذه الصفات قالت وتعين، أي تساعد على نوائب الحق، أي تساعد الآخرين على تجاوز المصائب التي تحدث بهم وتكون موجعة لهم. فقال فانطلقت به خديجة، أي ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. وورقة ابن نوفل كان كبير سن، وكان عنده علم من الكتب السابقة، وكان معروفا بالعبادة والنسك، ولذلك مثله يراجع ويسأل. فقالت قال ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان ورقة امرأ تنصر، أي دخل في دين النصرانية في أتباع عيسى عليه السلام في وقت الجاهلية، أي قبل أن يكون عند العرب دين، وقبل أن يلتزموا بدين الله عز وجل. وكان ورقة يكتب الكتاب العبراني، أي هو ممن تعلم الكتابة والقراءة باللغة العربية وباللغة العبرانية أيضا، فكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. فكان يكتب ما شاء الله أن يكتب، إما أنه كان ينسخ الكتب، وإما أنه كان يترجمها. وكان هذا شأن ورقة في أوائل عمره، أما في أواخر عمره فكان شيخا، أي رجلا كبيرا في السن، قد عمي أي ذهب بصره، ومن ثم لم يعد يتمكن من القراءة والكتابة، لكنه قد أخذ العلم من هذه الكتب في أوائل حياته. فقالت له خديجة، أي قالت خديجة لورقة ابن عم، نادته بالقرابة، اسمع من ابن أخيك، أي ليكن من شأنك أن تنظر في حال ابن أخيك بعد أن يقص عليك ما حدث له في الغار مع الملك الذي جاءه. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، أي ما الذي شاهدته وما الذي حصل لك؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، أي ما كان منه من التعبد في غار حراء، وكيف جاء إليه الملك وغطه حتى بلغ منه الجهد وقال له اقرأ، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ ثلاثة، ثم كيف جاءته الآيات التي في أوائل سورة العلق. فقال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناموس، أي صاحب السر الذي أنزل الله على موسى، أي قد جاء موسى عليه السلام. وهنا إشكال، وذلك أن ورقة كان امرأ نصرانية، وكان عيسى أقرب في العهد من موسى،
فلما ذكر نزول الوحي ونزول الناموس على موسى ولم يذكر ذلك مع عيسى؟ ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام قد كان داعيا لقومه ولم يستجب له إلا قليل، وكان عيسى عليه موسى قد استجاب له قومه فكثر أتباعه، ولذا شاهدوا من أحواله الشيء الكثير. أما عيسى عليه السلام فإنه دعا بني إسرائيل إلى الإيمان به ولم يؤمن به في حياته إلا نفر قليل، ولذا لم يتحدثوا عن أحواله فيما يتعلق بالوحي. وكان مراد المؤلف بيان بدء الوحي وكيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورق على جهة التمني يا ليتني، أي أتمنى أن أكون فيها جذعة، أي صغير السن، لم يبلغ مني السن ما بلغ. قال: يا ليتني فيها جذعة، أي تمنى أن يكون صغيرا في السن، ليتني أكون حيا، لأنه توقع أن موته قريب وأن أمد الدعوة سيستمر لسنوات وأنه لن يدرك أمد الدعوة. قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، أي يبعدوك عن مكة إلى غيرها. وفي هذا دلالة على أن مما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل أنه يخرجه قومه من بلده وأنه يهاجر إلى بلد أخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال هذه اللفظة على جهة التعجب، أنا واحد منهم وفرد من أفراد هذه القبيلة، فكيف يسعون إلى إخراجي من بلدهم؟ فقال ورقة: نعم، أي سيقومون بإخراجك وإبعادك عن بلدك. واستدل على ذلك بأنه لم يأتي رجل، أي لم يرشد رجل قومه إلى الإيمان به بعد أن يكون نبيا إلا عوديا، أي اتخذه الناس عدوا يسعون في محاربته وفي كتم دعوته وفي صد الناس عنه. قال: وإن يدركني، أي إذا بقيت حيا واستمرت الحياة بي فأدركت اليوم الذي يكيدك فيه أعداؤك ويلحقون بك الأذى، فإني سأنصرك، أي سأقوم بمعونتك وأنصرك نصرا مؤزرا، أي نصرا قويا غالبا. قالت: ثم لم ينشب، أي أن ورقة مات قريبا ولم تستمر الحياة به. وقال: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، أي انقطع الوحي ولم يتكرر على النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي بعد ذلك، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن وتألم على عدم نزول الوحي عليه. فهذا الحديث فيه كثير من الأحكام التي تتعلق بأهل الإسلام، فمن تلك الأحكام بيان أول حال بدء الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام أن الرؤية الصالحة تكون سببا من أسباب علم الإنسان بما يحدث له في مستقبل أيامه. وفي هذا الحديث أن
من الأمور التي تستحب للإنسان أن يخلو عندما ينقطع أمله من الناس، أن لا يكون قد استجابوا له في دعوة الخير والحق، إذا خشي على نفسه أن يتأثر بهم. والأفضل في حال الإنسان أن يتواصل مع الناس وأن يستمر في دعوتهم ولو بلغ منه الأذى الشيء الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كان يخالط الناس وكان يزاورهم وكان يدعوهم لله جل وعلا. وتخلي النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء كان قبل نزول الوحي عليه، وأما بعد نزول الوحي عليه فاستمر في دعوة الناس إلى الله وأمرهم بإفراد الله جل وعلا بالعباد. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يذهب مذهبا وأن يترك بلدا أن يتزود بأن يستعد لذلك السفر بأنواع الاستعدادات في طعامه وشرابه وغير ذلك مما يحتاج إليه. وفي هذا الحديث تسمية نزول الوحي بالحق. وفي هذا الحديث أيضا إخبار الإنسان بالصفات التي يتصف بها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. وفي هذا أنه يخبر الإنسان بحال نفسه ولو كانت حالا ناقصة ولو كانت حالة غير مرضية عند كثير من الناس. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن القراءة مرغب فيها، سواء كانت قراءة من محفوظ أو قراءة من مكتوب. وفي هذا الحديث بيان شيء مما كان يقاسيه النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان متى كان خائفا من مستقبل أيامه ولا يدري ما الذي يأتيه فيها فخاف ورجف فؤاده أن ذلك لا ينقص من مكانه ولا يكون سببا من أسباب الحكم عليه بنزول درجته. وفي هذا الحديث مشاورة الرجل لأهل بيته ولزوجه يعرض عليها ما كان وما ورد عليه من الحوادث ليكون هذا من أسباب أخذ الرأي. وفي هذا الحديث مشاورة النساء وأخذ الرأي منهن. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان عندما يأخذه الفزع والخوف يأمر بتغطيته ليكون سببا من أسباب ذهاب الخوف عنه. وفي هذا الحديث أن العقلاء لا زالوا يلاحظون عواقب الأمور التي تكون عليهم. وفي هذا الحديث أن من سنن الله في الكون أن من كان من أهل الإحسان أن يحسن الله جل وعلا إليه. وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة صلة الرحم وصدق الحديث والقيام مع الضعيف والاكتساب للفقير وضيافة الأضياف والإعانة على المصائب التي تصيب الناس. وفي هذا دلالة على أن الوقوف مع أصحاب الحوائج واحتساب الأجر في القيام معهم عبادة صالحة يرجى ثوابها في الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث من الفوائد مراجعة أهل الاختصاص كما راجعت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمها ورقة ابن نوفل.
وفي هذا الحديث أن من كان على علم بالأمور السابقة والحوادث التي حصلت قبل، لو يكون عنده معرفة بعواقب الأمور، فإن سنة الله في الكون متكررة وجارية. وفي هذا الحديث من الفوائد أن القدرة على الكتابة دليل على إمكانية تعلم الإنسان علوما لا يعرفها غيره ممن لا يحسن الكتابة. وأخذ من هذا الحديث جواز تعلم اللغات الأخرى غير العربية، وأنه لا حرج على الإنسان في تعلمها. وفي هذا الحديث من الفوائد اختيار الإنسان طريقة أهل الحق متى عدم معرفة الحق في نفسه، ولذا أخذ ورقة بطريقة النصارى. وفي هذا الحديث من الفوائد أن العبرة ببصيرة القلب لا ببصر العين، ولذا راجعوا ورقة مع كونه قد عمي بصره. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يحكم على شيء قارنه بما يماثله مما يكون قريبا منه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى. وفي هذا الحديث جواز تمني الإنسان أن يكون مناصرا للحق، وفيها تمني الإنسان أن يكون صغير سن قويا في بدنه. وفي هذا الحديث بيان أن من سنة الله في الكون في أن أنبياءه يعاديهم أقوامهم في أول أمرهم حتى أنهم يخرجوهم من مواطنهم ومقار لسكناهم. وفي هذا الحديث أن الإنسان يبقى على الحق ويثبت عليه مهما كاده الآخرون ومهما أنزلوا به من المصائب. وفي هذا الحديث أن وجود أعداء للإنسان لا يعني نقصان درجته متى كانت عداوتهم غير ناشئة من أصل صحيح ومن مصدر يصح التعويل عليه، ولذا لما قال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يدل هذا على بطلان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو على عدم مكانته عند الله جل وعلا. وفي هذا الحديث دلالة على أن أهل الحق يعاديهم أهل الباطل فيكرهونهم ويكرهون ما جاءوا به، ولا يعني هذا نقصان درجة الإنسان. وإذا كان العبد يستشعر أن أنبياء الله كان لهم أعداء، فحينئذ تهون على الإنسان وجود عداوة له بسبب سيره على طريق الحق ودعوته إلى الهدى. وفي هذا الحديث عزم الإنسان على الإقدام على الطاعات وإن كان يظن أنه لن يتمكن من فعلها، فإنه بمجرد عزم الإنسان على فعل الطاعة يؤجر على ذلك ثواب فعلها، ولذا قال ورقة: إن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. وقد استدل طوائف من أهل العلم بهذه اللفظة على إيمان ورقة بن نوفل، ولذا عد جماعة من أهل العلم ورقة هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صدق به وآمن برسالته وبين له عواقب الأمور التي ستكون له
وتعهد بنصرته والقيام معه، فلذا عدوه من الصحابة وترضوا عنه رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أن من نوى فعل الطاعة وسعى للقيام بها فعجز عن القيام بها أو أخذ قبل أن يقوم بها فإنه يرجى أن يكون له ثوابها. وفي هذا الحديث بيان أو جواز ورود الحزن على الإنسان بسبب عدم معرفته بالوحي أو عدم وصوله إليه، لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن لما فتر الوحي عنه وانقطع. نعم. أحسن الله إليكم. قال غفر الله له عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي فترة فجاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي، فبين أنا أمشي فإذا سمعت صوتا من السماء، فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك قد جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فجئثت منه رعبا حتى هويت إلى الأرض، فرجعت فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني دثروني، وصبوا علي ماء باردا، قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا حديث جابر رضي الله عنه في انقطاع الوحي بعدما نزل أول مرة، وجابر قد نقله وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم، أي بعد تلك الواقعة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، فتر الوحي عن رسول الله، أي انقطع ولم ينزل إليه جبريل بالوحي مدة من الزمان، فكان يعاود الغار من أجل أن يعود إليه ذلك الملك الذي جاءه بالوحي الأول. وهنا حكمة في ذلك، ألا وهي تعلق القلب بهذا الوحي. قال: فلما قضيت جواري، أي انتهيت من المدة التي عقدتها لنفسي في جواري، أي في تنسكي وتفردي وخلوتي لعبادة ربي، هبطت، أي نزلت من الجبل. فقال: فاستبطنت الوادي، أي أتيت إلى بطن الوادي. وقوله هنا: فبين أنا أمشي، أي كان يمشي على قدميه، إذ سمعت صوتا، أي لفت انتباهي صوت عظيم سمعته من فوقي، فحينئذ نوديت، أي نادى الملك باسمي. فقال: فنظرت عن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي فلم أرى شيئا، وذلك أن النداء كان من فوقه. قال: فرفعت بصري قبل السماء، أي أنني شاهدت ما هو أعلى مني، فإذا الملك الذي قد جاءني بحراء جالس على كرسي في هيئة عظيمة. ولذا كان صلى الله عليه وسلم مرعوبا من هذه الجلسة وهذه الطريقة التي جاء بها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى كرسيا في العلو ليس متصلا بالأرض،
عليه الملك، فكان شيئا مرعبا مخوفا. قال صلى الله عليه وسلم: فجثئت، أي فزعت ومنه رعبا، حتى هويت، أي سقطت على الأرض، فرجعت فجئت أهلي، أي أن الله عز وجل بعث إليه الملك على صورة عظيمة من أجل أن يذكره بالوحي، فكان ذلك من أسباب زيادة الرعب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: زملوني، دثروني، أي غطوني، ولفوا علي غطاء يسترني. قال: وقاصبوا علي ماء باردا، فإنه قد فزع فزعا شديدا حتى جاءت إليه الحرارة. قال صلى الله عليه وسلم: فدثروني، أي غطوه صلى الله عليه وسلم وصبوا عليه ماء باردا. فأنزل الله تعالى الآيات في أوائل سورة المدثر: يا أيها المدثر، أي يا أيها المتغطي الذي غطى نفسه بغطاء يحجبه عن الناس، قم، أي ليكن من شأنك أن تواصل الدعوة إلى الله تعالى وتخوفهم من العقوبات الشديدة التي تنزل بهم إن لم يستجيبوا لدعوة الحق، وليكن من شأنك أن تعظم الله وأن تكبره، وبالتالي تجعل الناس يعظمون رب العزة والجلال. قال: وثيابك فطهر، أي أبعد الشرك عنك، فهو أعظم النجاسة، أو يكون المراد من ذلك إزالة النجاسات الحسية التي تكون على الثياب، ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا. قال: والرجز، أي الأصنام، فاهجر، أي فاتركها ولا تعظمها ولا تقدم لها شيئا من عبادتك. قال صلى الله عليه وسلم: فحمي الوحي وتتابع، أي كان من شأن الوحي أن جاءه الملك به كثيرا متكاثرا وتتابع عليه الوحي. فهذا الحديث الذي أخرجه الشيخان فيه عدد من الفوائد، أولها أن توقف تعلم الإنسان مدة يسيرة سبب من الأسباب لا يعد نقصا فيه. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان شيء من أوائل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الواقعة التي وقعت هي في خصوص الأنبياء عليهم السلام، وأما غيرهم فلو رأى عرشا في السماء أو رأى ما يهيأ إليه أنه ملك فمثل ذلك لا يستند إليه ولا يعول عليه ولا يؤخذ منه حكم، فإن الله جل وعلا قد أكمل هذه الشريعة، فلم نحتج إلى أصل بعدما قررته الشريعة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد استعمال الماء البارد عند حلول الفزع عند الإنسان ليزيل ما يكون به من الفزع. وفي هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإبلاغ شريعته للناس، وأمر بإنذارهم وتخويفهم من عقوبة عدم إسلامهم. وفي هذه الآيات وجوب تعظيم الله جل وعلا ومشروعية عبادة التكبير. وقد قال طائفة بأن هذا إشارة إلى الصلاة لاشتمال الصلاة على التكبير مرات كثيرة
في كل انتقال. وفي هذه الآيات مشروعية تطهير الثياب وإزالة ما يكون بها من النجاسة. وفي هذه الآية في هذا الحديث أيضا اجتناب الأصنام وعدم الإقبال عليها. وفي هذا الحديث أن سنة الله في الكون أن يجعل العلم والفهم في كتابه ولسنة رسوله عند أهل الفضل والعلم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.